ودعت امبارح السبت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية زوج الأمير فيليب بعد مرور حوالي الأسبوع على وفاته بجنازة حضر عدد من أفراد العائلة الملكية البريطانية بينهم ولي العهد الأمير تشارلز والأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون وكان لافت حضور الأمير هاري وغياب زوجته ميغان ماركل. وتصدرت الملكة إليزابيث حديث المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الحزينة والمؤثرة من الجنازة وكان لافت لكتار تأثرها الكبير والحزن الواضح على وجهها. وتم تداول صورة للملكة ظهرت فيها قاعدة وحيدة عم بتتابع إنزال نعش زوجها بالقبو الملكي بكنيسة سانت جورج يلي بيعود تاريخها لسنة 1475. ومن الأمور يلي حظيت بمتابعة كبيرة من قبل الصحافة والإعلام العالمي كانت الرسالة يلي وضعتها الملكة على نعش زوجها الأمير فيليب هي عم تودعه وهو تقليد كانوا يتبعوه من وقت ارتباطهم. وبحسب برنامج توداي الأمريكي يلي قال إنه الملكة وضعت على تابوت زوجها إكليلة من الزهور ورسالة مفجعة بخط إيدها ما كان واضح شو مكتوب فيها. بس بحسب الصور يلي تم تداولها للرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فبينت انها بتحمل كلمة احبك. وبالوقت ذاته اشار بعض المتابعين الى انه الرسالة بتحمل عبارة حبيبتك ليليبيث وهو لقب كان رافق الملكة من هي وصغيري لان ما كانت وقتها تعرف تقول اسمها. وكان من المعروف انه الامير فيليب بيستعمل هاللقب برسائله الى ومن ضمن هالرسائل كتب لها مرة عزيزتي ليليبيث أتساءل إن كانت هذه الكلمة كافية للتعبير عما بداخلي. Full of all marches, the princess and prince, once mere Lieutenant Mountbatten in His Majesty's Navy, marches man and wife. منشير إلى إنه الملكة إليزابيث والأمير فيليب بدأوا تبادل الرسائل بعد ما التقوا لأول مرة لما كان عمره هي 13 وهو 18. ونظرا لأن فيليب كان على وشك الانضمام للبحرية الملكية انقطعت علاقتهم الشخصية حتى بدأوا بتبادل الرسائل. ولما رجع الأمير فيليب طلب إيده من بي الملك جورج السادس وتم الاحتفال بزواجهم يلي نقل مباشرة بجميع أنحاء العالم عبر الراديو يوم 20 تشرين الثاني سنة 1947.